شاير بقى على الصف خش خالد بن الوليد ده وريني وانت اللقطه دي تجيب معاك عليك قول لي ايه ده يا حاج؟ بالمره بقول بيعمل ايه يا حاج؟ بيعمل كل حاجه يا باشا قول لي بيشفي من ايه؟ السكر والضغط والعتب والخشونه كل حاجه بكام الكيلو يا حاج؟ ب 100 ب 100 بقالك قد ايه شغال فيها المهنه دي يا حاج؟ 10 سنين 10 سنين يعني كلامك ثقه وكله خدت بالك مش شد احسن من الصيف ايه الدليل ان هو بيشفي من الامراض دي؟ بيشفي كل حاجه العدل او بالسايق ده بس عند الطرف بتاع الكمار عايزين يشربوا طارق اسمه المعلم سايق فكره انت وقعت نفسك في الغلط معايا شاير بقى على الصف خش خالد بن الوليد ده اللقطه دي تجيب معاك عليك قول لي ايه ده يا حاج؟ بالمره بقول بيعمل ايه يا حاج؟ بيعمل كل حاجه يا باشا قول لي بيشفي من ايه؟ سكر وضغط والعتب والخشونه كل حاجه بكام الكيلو يا حاج؟ ب 100 ب 100 بقالك قد ايه شغال فيها المهنه دي يا حاج؟ 10 سنين 10 سنين يعني كلامك ثقه وكله خدت بالك مش شد احسن من الصيف ايه الدليل ان هو بيشفي من الامراض دي؟ بيشفي كل حاجه، العدل. خلاص مش وقت ولا شيء، بص انا بفكر ولا مفيد الامراض وايه تاني؟ بيت انا عايزك تمشي. سامحتي؟ لا اضربك خلاص مش وقت ولا شيء، بص انا بفكر ولا مفيد الامراض وايه تاني؟ بيت انا عايزك تمشي. سامحتي؟ لا اضربك فكره انت وقعت نفسك في الغلط معايا.